السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، ما تنساش أخي الكريم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وآخر القراءة هنختار رسالة من الرسائل ونشوف رسالة برج الحوت شو بتقول. نبدأ في الاستخارة لمواليد برج الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. قبل ما نبدأ هسيب لكم لينك في صندوق الوصف لفتح البصيرة والتواصل الروحاني وفتح الأبواب المغلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف. يا برد الحوت، الحظ معاك يا حوت، شافك هتاخد قرار مصيري، أو بدك عايز تأخذ قرار مصيري هيغير حياتك يا حوت. شايف عندك سفر مفاجئ، في سفر مفاجئ، شايف بدك برضو تاخذ هيدا القرار ليك فترة. أراك بتتواصل مع شخص مهم بالخارج، وهذا الشخص عايز يدعمك أو يساعدك بأمور مختلفة بالعمل. بسم الله. شايف برضو الوضع المهني، شايف باب الحظ والنجاح والمال والعمل موجود وكبير بإذن الله. فكرت صح يا حوت، بعد تعب ومجهود ودراسة وسهر صار وقت تقطف تعبك ومجهودك. شايف بدك هتنجح وتثبت نفسك أكثر بالسفر للخارج بإذن الله. شايف عندك معارضين وعندك الدعم المطلوب من الأهل والمقربين. صلي على الحبيب المصطفى. شاف أمورك تمام الحمد لله، بنخافش عليك. وضعك المالي الحمد لله بخير. شاف صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية يا حوت، بدك تاخذ خطوة بخصوص ارتباط مع الشريك، وبدك تشرح وضعك للشريك بقلب بيتك. شاف في فرحة من قبل للأهل بخصوص السفر بإذن الله، وشايف في دمعة بعيون الأبوين، بس شايف عندك فرحة ونجاح وتفوق. قول يا رب، قول يا رب. وشخصيتك اليومين، شايف السهر مع الأهل والمقربين ليك، بدك تكون مرتاح. صلي على الحبيب المصطفى. شيء جميل قادم ليك، وتعويضات إلهية قادمة، خير واسع وأفراح ونعم. هناك أخبار جميلة، سيكون الفرحة ليك قادمة بإذن الله. استقبل البشرى وقول يا رب، استقبل البشرى بالصلاة على الحبيب المصطفى في التعليقات أخواتي في الله. بسم الله. شايف بركة في الرزق وترقية تخص عملك، ونجمك يلمع في العمل يا حوت. في شيء مفقود منك بتدور عليه بقاله شهور، رح تلاقيه. في قرار بتاخذه يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان قرارك صح. ارى شخص بيحبك، بيزداد غلاوة، تدوم محبتكم وانت بتحبه هذا الشخص. في مواجهة هنا مع غريب يريد أذى ليك، لكن ربنا معاك وينصرك عليه بأمر الله. يا حوت انت ندمان على كلام أو على فضفضة قلته، وانت معك حق. خلي بالك من كلامك، بلاش تظهر اللي في عقلك
ويبقى على لسانك. في مفاجأة حلوة هنا، مفاجأة حلوة غير متوقعة، ممكن نقول هدية قيمة قريبة منك، من شخص غالي عليك. في استلام ورقة أو وثيقة حكومية مهمة تخص مجال العمل أو الريسك، تخص مجال العمل أو الريسك. عندك نذر ولازم توفيه، لازم توفيه. أمورك خير، في خبر حلو خلال ساعات أو أيام هتفرح. في أموال برضو غير متوقعة قادمة ليك بإذن الواحد الأحد، لديك بشرى وفرحة. في خلال أيام قليلة شخص يحبك ويراقبك عن قرب، ورا شخص نادم على فراقك، شخص نادم على فراقك. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. استعد بالفرحة القادمة ليك وانفراد، واللي كان مزعلك وتعباك الطاقة السلبية راح تنتهي بفضل الله تعالى. كل الطاقات اللي كانت تعباك والسلبية راح كلها راح تنتهي من عندك بإذن الله تعالى. لأن شاف البعض كان بيعاني من خنقة أو حزن، البعض قلبه موجوع أو تخزل من أشخاص مقربين. أرى منكم يحوط محتدين شخص تتكلموا معاه أو يطبطب عليكم، جواكم حاجات كثيرة نفسكم تتكلموا فيها، مش لاقين الشخص الصح اللي ترموا حمولكم عليه. بس جاية فرحة هتنسيك الوجع اللي حصل معاكم أو اللي حصل لكم انتم. عشتم في الماضي أيام صعبة، عندكم البعض مشاكل، البعض سمع كلامه ضايقه جواكم، بس ناويين على التغير للأحسن. وبرضو البعض موضوع بسبب العاطفة، حصل انفصال مع الشريك. ربنا يحقق ليكم أمنياتكم والأيام القادمة حلوة قوي وفيها فرحة هتنسيك الماضي. في حد هيظهر للبعض هيغير حياتكم للأحسن، وإن شاء الله ربنا يبعث لكم الشخص اللي يقدركم. في زواج للبعض منكم والبعض الآخر هيدخل في قصة حب جديدة. زواج للبعض منكم والبعض الآخر هيدخل في قصة حب جديدة. فضلا وليس أمرا، موجودين معنا، ادعموا الفيديو باللايك أخواتنا في الله. في شخص هو سبب معاناتك، غدر بيك وطريق صعب بتمر بيه، ولكن أنت منتصر هتخرج من معاناتك. في لقاء بشريكك أو مكالمة هتديلك منه عن قريب. في قرار هتاخده هيكون صح. في منافقين حواليك، منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتكم. في هدية، هدية قيمة داية للبعض منكم والبعض الآخر. في موعد غرامي مفاجئ من شخص يحبك. في شخص جديد مشاعره اتجاه غريبة وعشق لا ينتهي وبيحبك، وللبعض زواد من برد ناري أو مائي. بسم الله. للمنفصلين هنا في فرحة من شخص ذو منصب. شايف شريكك حائر بأمر علاقتكم وخايف. في هنا أموال غير متوقعة قادمة ليك، أبشر لديك بشرى وفرحة خلال أيام قليلة. في شخص يحبك ويراقبك عن قرب، بس العيون واضحة مش سايباك في حالة، محسود من أقرب الناس ليك.
احسن. بشرى سارة، ابشر ان شاء الله الفرح قادم ليك باذن الله تعالى. ارى تحقق امنيات غاليه على قلبك، وتغير عتبه، وتخليص اوراق من جهه حكوميه. ارى في اكتشاف امور وحقائق حواليك، هتكتشف اللي حواليك. في ناس خايفة من بكرة وقاعدة بتفكر في اللي جاي، بلاش تفكير وسيبوها على الله، سيبها على الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله كشف. فضلا وليس أمرا موجودين معانا أخواتنا في الله، ادعموا الفيديو بيا اللايك فضلا وليس أمرا. شاف في تغير جذري، رسالتك بتقول لك في تغير جذري عندك نصرة ورجوع حقوق كانت ضايعة، رجوع حقوق كانت ضايعة. ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات، حتى لو أنت مش شايف الخير ده، في خير داي لك كتير صدقني. هتلاقي الحلو طلع لك فجأة من حيث لا تجري. اسند على ربنا واستقوى بيه، لأنه قوي وهيقويك وهيخليك تستعيد طاقتك وقوتك. اوعى تقلق، ربنا مش هيخذلك. بسم الله كشف، صل على سيدنا محمد. لأن أراك قلقان لا تقلق، لا تقلق، سيبها على الله. بسم الله كشف، لأن في هنا تغير جذري وقرارات مهمة ومفاجآت ليست في الحسبان، وضربة الحظ هتكون معاك. والمال، أراك لقاءك هنا بشريك وبداية حب، وللبعض منصب أو سفر. أبشر بفضل الله تعالى، في امتلاك هنا شيء وتوثيق عقود، أو شراء شيء وتوثيق عقود. في حبيب عايز يردع لك ويصالحك، يا حبيب عايز يردع لك ويصالحك. بسم الله نزيد وبركة على سيدنا محمد، اللهم صل على الحبيب المصطفى. في فرحة برضو ديالك من غير ترتيب وعوض من ربنا ليك. في ندم أحد الأشخاص اللي ظلموك أو استغلوك أو افتروا عليك، أراهم ندمانين. هذا الأشخاص ندمانين، لديك بشرة حلوة أنت منتظرها، أنت منتظر هاي البشرة. في نجاح كبير في طريقك بفضل الله تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد. كلامك الفترة دي في ثقة أكتر، أراك في عتاب أو اعتذار وصلح مع ناس قريبة من قلبك، أراكم بالصلح وبعض، هيكون في عتاب وصلح ما بينكم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. ما تقلقش، في انتصارات قريبة منك وحل مشاكل كانت بتسحب في طاقتك الفترة السابقة كلها، خلاص بأمر الله تنحل هاي المشاكل بفضل الله تعالى. في ناس في حياتك أو في أشخاص أو شخص في حياتك سببوا لك معاناة كثيرة، عارف إنك مهموم وبالك مشغول وعليك ضغط وقلق وتعب وتوتر. في شخص في حياتك قريب منك جدا وإنت بتحبه، لكن مش عارف تفتح معه كلام، حاول تفتح معه كلام لأنه بيحبك. في سديا وورقة رابحة بتساعدك ماليا، في بشرة خير قريبة منك، في بشرة خير قريبة منك، اللهم صل على سيدنا محمد. في زواج هنا للبعض منكم، والبعض الآخر دخل أو في قصة حب، في قصة حب جديدة. في أوراق مهمة لازم
تخلص خلال هاي الأيام لأنها تخص الرزق، وبلاش تتكلموا قدام حد عن هالفترة هذه. في أسرار هتظهر ومفاجآت تخص الشريك، وفيه انفصال عن علاقة مؤذية، وربنا يبعد عنك كل شر. في دراسة أو تدريب يخصك، لازم تثبت كفاءتك فيه لأنها هتنقلك لمكان أفضل كتير، وتسهل أمر يخص مشروع جديد على الأبواب إن شاء الله. أشارة منكم اتفاجأت أنت بمكر عزيز عليك وكانت غلطة منك، إنك أمنت له على أسرارك، وهذا الشخص ده ربنا هيشغله بعيد عنك الفترة القادمة. أرى في لقاء مهم يخص المال أو الدراسة، لكن أنت مش مرتاح. ما تقلقش، ربنا هيسهل لك الخير، ربنا يسهل لك الخير. في عين ملزماك وبتأذيك وانت ما تعرفش، في رسالة أو مكالمة حلوة هتفرح قلبك قريبا، رسالة أو مكالمة حلوة هتفرح قلبك، هترزق بمال غير متوقع عن طريق العمل أو زيادة راتب، في استقرار علاقاتك مع الحبيب، وهتبدأ في علاقة رسمية وسط الأهل، وتتوجه بالفرحة. في صدفة أو مفاجأة غير متوقعة وكشف أسرار هتفرح به لأن ظنك كان في محله. هتمر بفترة أكثر دقة وصعوبة، محتاج منك عدم المخاطرة والتسرع في مجال عملك. في زميل ليك بالعمل يحاول التقرب أكثر ليك، ويعجب بسيرتك الطيبة، ويحاول أن يكون صديق ليك. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. في نقلة من مكان لمكان، أو شراء منزل. استعدوا للفرحة القادمة بفضل الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. في اكتشاف سر وفتح كلام قديم وظهور حقائق. هي في مصلحتك، هي في مصلحتك. اللهم صل على سيدنا محمد. لديك بشرتين أحلى وأجمل من بعض، هيفرحوا قلبك ويردوا روحك تاني من أول وجديد عن قريب. بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. شاف الفرحة قادمة ليك، الفرحة قادمة ليك. شاف في نجاح كبير في طريقك، أنت على موعد مع ضحكة من القلب. أرى شخص يحبك، احذر خسارته، احذر خسارته. في خير كثير هيجي لك، هيغير حياتك فوق ما تتوقع بإذن الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. في حدث مفرح ومساعدة مالية برضو. أرى نقلة ونعود من مكان لمكان. في مكالمة من شخص قاطع التواصل معك. في شفاء من أحد مريض من أقاربك، في شفاء لي بفضل الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. الله سوف يفاجئك بأن يحيي روحك من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك،
سوف يحدث كل شيء فجأة لأنك تستحق أن ترتقي، وحان الوقت لذلك. ربما فعلت كل ما بوسعك ولم يتغير شيء، ولكن الغير متوقع سيحدث بفضل الله تعالى. إن شاء الله الخير قادم ليك يا حوت بفضل الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في مكالمة مهمة الفترة دي فيها أخبار تخص المال والسفر وحل مشكلة تخص العمل أو علاقتك بالحبيب. هاي المكالمة. في مقابلات مع الأسرة أو اجتماعات بفضل لله. فرحة ما بينكم. أبشر بي الخير واستقبل البشرى بي الخير بفضل الله. بابك الحزن والطاقات السلبية هينقفل وهينتهي بفضل الله تعالى، لأن هذا تعبت من هذا الطاقة السلبية وحاولت تخلص منها كثير وما كنتش عارف تخلص من هاي الطاقة السلبية. راح تخلص منها بفضل الله تعالى وتفتح لك الأبواب، لأن في حل مشاكل كبيرة كانت هي اللي مدمرة حياتك راح تنحل، وهتسد الديون بفضل الله قريبا. والمريض اللي عندكم أو عندكم شخص مريض راح يشفى بإذن الله. ورؤيتك يا حوت للأمور اللي حواليك صح، وتوقعاتك في محل. إن شاء الله هيتغير كل شيء في صالحك أنت. في خبر حلو قريبة منك قدامك خطوة، وهذا الخبر راح يفرح قلبك، راح يفرح قلبك بمولود، مولود جديد. في طاقة إيجابية قادمة ليكم وإحساس بالقوة. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، وفي اعترافات بالحب ليك، أو ربما صداقة أو علاقة عابرة هتتحول إلى موضوع جدي يعيد إلى حياتك. بسم الله الكشف. بعد التعب اللي مريت بيه راح ينحل كل شيء عندك. ديالك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك. كل شيء سيغير في لحظة لصالحك إن شاء الله. في مبلغ مالي محترم قد تكون مكافأة أو هدية أو ردع دين أو ردع دين. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الكشف. استقبل الخير بفضل الله تعالى، واكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى والاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسم الله الكشف. إن شاء الله ديالكم الفرحة من غير ترتيب بفضل الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أبشر أبشر بي الخير إن شاء الله القادم هيكون أحسن. أنت على موعد مع ضحكة بفضل الله تعالى وفرحة. بسم الله فضلا وليس أمرا. أخواتنا في الله موجودين معنا، ادعموا الفيديو بيا لايك فضلا وليس امرا. شايف استقرار هنا علاقتك مع الحبيب، وتبدا في علاقه رسميه وسط الاهل وتتوجه بالفرحه. في صدفه او مفاجاه غير متوقعه، في كشف اسرار هتفرح بيه، هتفرح بيه. صلى الله الحبيب المصطفى. في هنا قريبك او احد قريب في المحاكم، في اوراق في المحاكم راح يخلصها ان شاء الله، تخلص على خير بفضل الله تعالى. في رد فعل من غريب هيسعد قلبك، هيسعد قلبك هذا الرد. هناك شيء تريده بشدة، لكن لديك أولويات أخرى جعلتك تنسى. هتكتشف في اكتشاف السحر في بيتك وامرأة من دمك تغير منك. هتكتشف هذا السحر.
في علاقة سامة تخرج منها وهو اللي خسران وندمان عليك يا حوت. أرى البعض هنا حبيب متجسس بمساعدة امرأة، وأرى في كشف معلومات عنك، في رجوع حق ونصرة بعمل، أرى استلام منصب أو ترقية ورفع إبلوك. للبعض هنا حواليك امرأتين على هيئة الشياطين، واحدة من دمك والثانية عاشقة للشريك. اتظلمت من أقرب الناس ليك، أذيتك بالسحر المرشوش وأعراضه، هذا تكلمنا فيه، كدمات في الجسم أو نفضة في الجسم أو نفور من الشريك أو خرابيش وقلق وتوتر. في هناك شيء ستجده فقدته من فترة، شيء ستجده. في شهرة للبعض، شهرة للبعض واسم سيلمع في مجال العمل. هنا البعض احذر من شخص يستغلك ماديا، والبعض كشف أسرار عنك من شخص متعدد، هذا الشخص متعدد العلاقات. للمنفصلين شخص غني يطرق بابك أو دخول علاقات حب جديدة، استغل الفرصة واستجاب، هذا عوض من ربنا لأنك لا انتظرت كثيرا. قول يا رب، قول يا رب. في منكم برضو في رجوع للشريك زواد، وفي منكم منه ليه رجوع للشريك مرة أخرى. هذا توقعات برج الحوت أخواتي في الله، أتمنى من أخواتنا في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فلاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني وأكثر من قراءة سورة الأعراف بنية فتح الأبواب المغلقة. وهسيب لكم في صندوق الوصف لفتح الأبواب المغلقة وفتح البصيرة إن شاء الله. وإن كنت بتعاني من السحر أو المس أو الحسد أو أي شيء من التعطيلات داخل القناة، منزل جميع الطرق من العلاجات الروحاني بفضل الله تعالى. ما تنساش أخواتي الكريم تدعم الفيديو باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.